مرحبا، أنا ليبانوس. معلومة اليوم: الشنطة المدرسية وأضرارها. تعرف إنه تقل الشنطة المدرسية بيسبب أضرار على جسم المتعلم؟ منها أضرار بالغة بالعمود الفقري، سكوليوز، تشنجات مؤلمة بالعضلات نتيجة تقوس الظهر والكتفين. وممكن يصير الإرهاق والتشنج العضلي حالة مستمرة نشعر فيها يومياً، كما أنه ممكن يتسبب تقل الشنطة بتنميل بالإيدين وانحناء بالظهر، بالإضافة لحالة من التعب العام والإرهاق البدني. وكل هالشي بيأثر سلباً على المتعلم وعلى راحته الجسدية والنفسية. خفف وزن الشنطة بتخفف أوجاعك.